اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. يوم 18 تموز خرجت في اكثر من مدينه في العالم تظاهرات عراقيه مجانا مهما كانت اعدادهم، لكن هؤلاء من ابناء العراق الذين رفعوا لافتات كانت تدعو الى انهاء الافلات من العقاب في العراق. الناس تقتل في العراق ولا احد يقدم للمحاكمه. قتل أكثر من 1000 شاب من خيرة شباب العراق في تظاهرات تشرين، جرح أكثر من 32,000، واختطف عشرات بل مئات وعشرات الناشطين قتلوا وتم اغتيالهم، ولا أحد يتحدث إلا لجان تشكل هنا وهناك، ووعود يعني تقال عن إمكانية ومسك المجرمين وتقديمهم إلى العدالة، لكن هذا لم يحصل. مرت على ثورة تشرين أكثر من عام، هذا العام يعني عام ونصف مرت عليها، والقضية ما زالت هي. قبل أيام أخرجوا أحد الذين اعترفوا بقتل أحد الناشطين، وقال إنه هو ضابط في الداخلية، ولم يقولوا لنا المهم ليس المسدس الذي ضرب، هذه بنادق ومسدسات مؤجرة، لكن من أجرها؟ من هي الجهة التي تقف وراء ذلك؟ الحكومة لا تتحدث، وكأنها تتحدث مع لا أعرف شعب آخر، يعني ليس الشعب العراقي الذي يريد يعرف من هذه، ما قدرة الحكومة على أن، وبالتالي يخرج رئيس الوزراء الحالي يقول وعدناكم وفينا بالوعد. أي وعد وفيت به؟ قل للناس من هذا الذي انت تخرج لي واحد يقول انه انا قتلته؟ ماشي، طيب ليش قتلته؟ من وراك؟ من دفعك؟ ولماذا؟ لمن يعني ممن تخافون؟ من تحمون؟ اذا كانت الحكومه خايفه من الميليشيات وخايفه من العصابات او تحميها فهذه كارثه كبيره، وبالتالي لم تقدموا شيئا، بالعكس عقدتوا القضيه. فبالتالي العالم خرجوا في 21 في اكثر من يعني 10 مدن او اكثر في اوروبا، في العالم، في امريكا، مدن كثيره خرجوا بها ابناء العراق يرفعون هذه اللافته ويطالبون العالم والراي العام العالمي الوقوف معهم. وخرجت مظاهرات ايضا في بغداد وفي مدن كثيره، النجف، كربلاء، في الناصريه، كانت ايضا تطالب بنفس الشيء. الافلات من العقاب في العراق هذه مشكله كبيره، وهذه اس المشاكل. طبعا مؤشر الافلات من العقاب، هذا المؤشر تصدره سنويا لجنه حمايه الصحفيين العالميه تصدر، وتستخدم به عده معايير تحديد موقع الدول فيها. تحدث انه عن مقتل يعني كثير من الصحفيين في العراق، تحدث فقط عن الصحفيين، لكن الناشطين، لكن الناس العاديين، لكن المتظاهرين المطالبين بحقوقهم هذا يتحدث عنهم، لكن على الاقل هذا المؤشر يتحدث عن مؤشر الإفلات من العقاب. تحدث عن أنه العراق في المرتبة 159 من 163 دولة، كارثة كبيرة. إذن العراق لا حقوق ولا حريات، الكذبة كبيرة. ومؤسسة السلام العالمي تحدثت عن هذا الموضوع، قالت أنه العراق ضمن آخر 5 دول في العالم من حيث الاستقرار والأمن والأمان، لا وجود للسلام والاستقرار في العراق. قالت العراق بالمرتبة 159 من بين مجموع 163 دولة. فلاحظ العراق في أي كارثة يعيشهم ويتحدثون عن ديمقراطية وحرية وأمن وأمان وأجهزة أمنية و17 جهاز أمني، والقينا القبض على ما أعرف منه، والبلد مملوء بالمخدرات والقتل والقاتلين والذين يغتالون والعصابات وكل شيء. ربما يعني الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت يعني بقرارها في عام 2003 اعتبار يوم 2 من نوفمبر تشرين الثاني، وكل عام هو يوم عالمي لإنهاء الإفلات من العقاب. لكن في العراق لا يوجد مثل هذا، لا يوجد مثل هذا الزمن. المجرم طليق والضحية يذهب دمها سدى، يحرقوا المستشفيات وتقتل الناس ويستقيل مدير صحة وتنتهي القضية، تحرق مستشفى كاملة ويموت الناس، عشرات الناس، ويستقيل وزير الصحة وتنتهي القضية.
يقتل الناس في الشوارع تفجير، وينقلون المسؤولين الأمنيين غيرهم بمسؤولين آخرين، وهذا حدث مئات المرات ولا شيء، والعمليات تستمر، القتل مستمر في كل مكان، والذبح مستمر، والإبادة مستمرة في العراق، والإفلات من العقاب هو الأساس في كل هذه. في حرية الصحافة يتحدثون عن أنه الآن حرية الصحافة وحرية الإعلام، العراق مرتبة 163 من بين 180 دولة، هذه بشهادة منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2021، 163 مرتبة من بين 180، فمن بين العشرين دولة الأكثر إضرارا، أكثر سوءا في حرية الإعلام وفي التعامل مع الإعلام. فبالتالي نحن في كارثة كبيرة، والكذب والادعاء مستمر في العراق، والإفلات من العقاب هو الأساس، مجرمين يدخلون ويخرجون ولا أحد يأتي على ذكرهم. قبل فترة اعتقلوا أحد القياديين الميليشياويين، وإذا بالمحكمة تبرئه وتقول ماكو أدلة وتخرجه، مع أن هناك اعترافات، والحكومة تقول زودنا القضاء بكل الاعترافات، وبالتالي القضاء قال الأدلة غير كافية، وأطلقوا سراحه ونحرت الذبائح تحت أقدامه من قبل الميليشيات، وراح طليقا، والناس ليس لهم إلا الله، الله وحده الذي يرد لهم حقوقهم. وقدرتهم على المقاومة والقدرة على الوقوف أمام الظلم هي التي تنهي هذا الظلم وتنهي كل هذا الاستبداد وهذا الخراب الذي حل بالعراق طوال 18 سنة. أشكركم أعزائي المشاهدين، نلتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.